احنا راح نتمنى حين يجي العيد نروح نلعب نهدي هديه لامي، ونتمنى الله يفرج علينا، نتمنى الله يرجعنا على بيوتنا. بتمنى الاولاد يكونوا فرحانين، بتمنى الفرحه لكل الولود العالم، بتمنى يوقف القصف، بتمنى يهدى. انا نروح على الحج، نروح على الحج والكعبه صوت سيدنا محمد. والله بتمنى انه ابي يرجع من الحبس، ويعني وهيك نروح لعد عائلاتنا والله يفرج علينا. اول شغله انه الله يوفقنا انه ما يصير ضرب ونلعب بسلام. بتمنى لاطفال سوريا انهم يكونوا مبسوطين بهذا العيد، ويكونوا انه فرحين اكثر منا بكثير وكثير. الله يفرج علينا ان شاء الله، بوقف القصف ويهدي بالنا، ويعني يوقف القصف كله. انا بخاف الطياره تجي، بعرف انه اولادنا تموت وامهات وابهات أبا. أتمنى على العيد أنه الله يفرج علينا وكل أطفال سوريا يفرحوا بهذا العيد، وأنه الله يبعث لهم شيء كافي لإلهم يتهنوا فيه بهذا العيد.